نشرة السودان في دقيقة. أهلا بكم. مجموعة من المواطنين يخرجون اليوم بالخرطوم احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومطالبين بإسقاط حكومة قحط، مرددين شعارات الشعب يريد إسقاط النظام. وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية عمر جمال الدين يقول إن الجيش سيطر على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا. الجيش يغلق اليوم كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة بالخرطوم في إطار تدابير احترازية تأتي تحسباً لتظاهرات ووقفات احتجاجية بالقرب من المقر. وزير الداخلية يصدر قراراً يقضي بفصل 185 طالباً من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون بسبب مخالفاتهم للوائح الكلية واعتراضهم على تأجيل تخريجهم إلى أغسطس القادم بدلاً من مارس المقبل بسبب جائحة كورونا. نهاية نشرة السودان في دقيقة. إلى اللقاء.